ايه راي حضرتك في البلاطه دي؟ لا حلوه، هي تحس انها الوانها هاديه ورقيقه كده. فعلا ريلي حضرتك ذوقك يجنن. ميرسي. على فكره دي الوانها باهته وحساها قديمه جدا، يعني مش فاهمه. اوكي، ايه راي حضرتك في التشكيله دي؟ لا لا، دي بقى مختلفه، يعني تحس انها الوانها مختلفه عن اللي فاتت. ايه رايك يا رشا؟ عاديه يعني. عاديه هي؟ عاديه بصراحه، يعني بصراحه عاديه. طب ممكن نشوف البانيوهات؟ اوكي اتفضل من هنا. ايه راي حضرتك في ده؟ الله، البانيو ده حلو جدا، تحس كده انه شرح ومرحرح. البانيو ده جاكوزي ومستو النساء اتنين. هو حضرتك متجوز؟ لا والله. هو ايه ده اللي لا؟ قصدي يعني اتجوز. انا خاطب والانسه تبقى خطيبتي. هاي هاي ورحمه الله وبركاته. البلاطه دي هيبقى لونها احلى مع التواليت ده. ايه راي حضرتك؟ مش عارف يعني، مش بطال. لا مش حلوه. ولو سمحتي بقى ما تتدخليش في اختياره. هو انت اللي هتشتري ولا احنا؟ انا اسفه يا مدموزيل، بس ده شغلي. ايوه يعني شغلك ان انت تتطفلي علينا. انا كاستمر اسيستنت. تاني حياه ابوك، تكلميني عربي. شغلتي هنا ان اصاحب الزباين وهم بيتفرجوا على المعروضات. ايوه، وانا يعني مش عايزه صاحبك، هتصاحبيني بالعافيه يعني؟ مش فاهمه يعني، ده حاجه غريبه قوي. يا رشا مش كده. بقول لك ايه، اسكت خالص، كلمك معايا بعدين. خلاص بقى حبيبتي، حصل خير. خير منين؟ خير منين لما انت عمال تجاريها في الكلام وتسالك تقول لك انت متجوز تقول لها لا وانا واقفه جنبك؟ امال من ورايا بتعمل ايه؟ يا شيخه حرام عليكي، هو انا الاقي وقت انام لما هعرف ستات عليكي؟ ما تكبريش الموضوع بقى حبيبتي، خلاص بقى حصل خير. انا مش فاهمه، هلاقيها من الزفته اللي اسمها صفيه ولا من القلاديش التانيين دي؟ بقت حاجه تقرف. لا اله الا الله، وايه اللي جاب سيره صفيه بقى دلوقتي؟ مش كنا قفلنا الموضوع ده؟ لا يا سعد، المواضيع ما اتقفلتش بعد اللي حصل النهارده. واتفضل اقف. اقف احنا في الشارع. بقول لك اقف لحسن افتح باب العربيه وانط منه. انا مجنونه بنت مجانين واعملها. خلاص خلاص خلاص، اقف. اتفضلي. عيشة تقرف. المهم عندي الناس، انا المهم عندي دلوقتي ان انت تصحيني. خلاص سلحتك. ده بجد ولا يعني عشان تلمي الدور قدام الناس؟ لا بجد، اصلها بصراحه طريقه غريبه وعجبتني قوي. قول لي بقى، حد قالها لك ولا انت اللي عملتها لوحدك؟ ايه اللي حد قال لي اعملها دي؟ لا طبعا انا اللي عملتها. انت يطلع منك كل ده يا سعد. انا يطلع مني اكتر من كده والله، بس انت اللي مش مدياني فرصه. يا حبيبي. عجبك الورد؟ حلو قوي. ده ب 150 جنيه. بس كنت تديهم لي احسن. على فكره يا رشا، ماما عامله لك الاكل ده بايديها، مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، وانا هيجيلي اغلى منها. ميرسي يا طنط. بمناسبه الاكل بقى، ايه اكتر حاجه بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطره فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، انا هبقى اعلمك، بس انا بعرف اعمل شويه اكل، انما ايه هيعجبك قوي.
ولما بتكوني فاضيه وقاعده في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مومو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوه؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزه في يوم من الايام تبي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعوم يا حلوه؟ هو حضرتك مكبره الموضوع شويه. هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في امهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. امال بياكلوا بقى اولادهم وازواجهم ايه؟ بيطلبوا لهم اكل جاهز من بره. وانهي بيت بقى يتحمل ميزانيه زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الاكل غير صحي. ساعتها هبقى اتعلم اطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يو يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهه دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي، انا اتحدى في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا اهدي، مش كده. رشا يا ماما، رشا. ايه اللي خلانا قعدهم مع بعض دول؟ يا ماما في ايه؟ تعالى. انت مزعل امك ليه؟ والله العظيم ما زعلتها يا حاج، هي اللي حاطه رشا في دماغها مش عارف ليه. سيبك بقى من الكلام ده كله. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ دول 120 ألف جنيه مكسب بيع الأسهم. يا عيني عليك، ده أنت واد دماغي صحيح. ما تيجي تشتغل معانا تمسك لنا حسابات الشغل. بعدين يا حاج، لما أشتغل الأول عند الغريب وأتعلم وأتمرمط، ولا أنت عايزني أجي أتعلم فيك ولا إيه؟ والله يا أخويا إذا كان العالم بيكسب كده أهلاً بيه. لا أنا كده كده هجيلك، لأن ده ملكي ولازم أحافظ عليه، بس ساعتها بقى أكون اتودكت في الشغلانة وبقيت المعلم مش ابن المعلم. جدع ياض. والدول؟ ايه دول يا حاج؟ دفعة من تحت حساب توضيب الشقة. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا يا حاج. أنت بالذات دولا على الكل ليك معزة خاصة، وما أقدرش أرفض لك أي طلب. عارف ليه؟ ليه بقى يا حاج؟ لأن وشك حلو. أول ما هليت على الدنيا الدنيا زهزقت معايا. طب ما أنا سميتك سعد ليه؟ طب بقول لك إيه بقى يا حاج؟ في إيه؟ هو أنت فعلا ناوي تعمل اللي أنت قلته لنا ده في المدبغة؟ ليه؟ بس أنا بصراحة يعني شايف إن أمي دي ست عظيمة جدا. ما هو أصل أنت لسه صغير مش هتقدر تفهمني دلوقتي، انما انت كل اللي يهمك ان انا وامك نفضل مع بعض والبيت ده ما يتخربش، صح ولا انا غلطان؟ لا صح طبعا. خلاص اديني بطمنك اهو، كل حاجه هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتغير خالص. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج.